اللغة العربية للصف الثالث الوحدة الثانية ملابسي الجميلة نركز على مهارة الكتابة في آخر الدرس يتمكن التلاميذ القدرة على كتابة الكلمات والقدرة على كتابة التراكيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فستان 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 الآن ننظر كيفية كتابة الكلمات. طيب من هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة خلاص الآن هيا نكتب كلمة فستان لابد من اليمين سين تاء ألف نون فستان مرة ثانية فاء سين تاء ألف نون من اليمين فاء سين تاء ألف نون فستان حزام حزام كلمة حزام طيب انظر هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة والأخير ثمانية الآن سنكتب كلمة حزام ح ح زاي ألف ميم مرة ثانية حاء زاي ألف ميم مرة أخرى
حق زاي ألف ميم حزام. هذه نظارة. هذه نظارة. هيا نبدأ. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هاي كلمة نظارة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. الآن سنكتب التراكيب. هذه نظارة. هذه ها ذال ها. هذه كلمة نظارة. نون ظو ألف نظارة. مرة ثانية. ها ذال ها. هذه نون ظو ألف نظارة. مرة ثالثة. ها ذا ها. هذه نون ظو ألف نظارة. عندي خمار. عندي خمار. عندي خمار. طيب، عندي خمار. عندي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هنا سبعة، ثمانية، تسعة. الآن كلمة خمار.
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. الآن سنكتب: عندي خمار. الآن اكتب كلمة عندي، لابد من اليمين. الآن عين ثم حرف النون، دال ثم حرف ياء، عندي خمار، خو ثم حرف الميم، ألف ثم حرف الراء، خمار. مرة ثانية: عين نون دال ياء، عندي الآن كلمة خمار، خو ميم ألف راء، خمار. نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا على مشاهدتكم، مع السلامة وإلى اللقاء.